بكم مشاهدينا إلى حلقة جديدة من كشك الصحافة، نبدأها بالعناوين. أطلقوا عليها اسما خاصا، المروحية الوحيدة التي تمتلكها اليمن تواصل إنقاذ المحاصرين في المهرة. تقرير لعدن الغد يتساءل، هل أفسد المال الخليجي المجلس الانتقالي؟ ومن أخبارنا المنوعة، مزارع تركي يبني مصعدا لزوجته المريضة لإنهاء معاناتها. أهلا بكم. يطلق الأهالي عليها اسم المبروكة، ولأدها آخر طائرة تمتلكها بلادهم فهي مصدر فخر لهم. ووفقا لصحيفة الأيام، فقد نفذت المقاتلة المروحية الوحيدة المملوكة للقوات اليمنية الشرعية المبروكة صباح أمس عملية إنقاذ جديدة لعدد من المرضى المحاصرين في قرية دحسويس، وهي إحدى القرى الواقعة بوادي مديرية المسيلة بالمهرة التي ضربها الإعصار لوبان منذ أكثر من أسبوعين، مخلفا أضرارا واسعة في البنى التحتية. وقال مسؤولون عسكريون للأيام أن المروحية العسكرية تمكنت من نقل 6 حالات مرضية، من ضمنهم 4 نساء في حالة صحية متدهورة نتيجة الحصار. كما نفذت المروحية التي أعيد تجهيزها مؤخرا عملية نقل المواد الغذائية والإغاثية لقرية مغارات التابعة لمديرية المسيلة، حيث ما تزال القرية الواقعة بوادي المهرة محاصرة ولا يوجد لديها طريق صالح للوصول إليها، رغم أن عملية شق الطرق أو الطريق إليها مستمرة حاليا. هذه عدن التي كنا نتحدث عنها، يتساءل محمود ياسين في مقال تنشره بلقيس يتحدث فيه عن عدن التي كانت حلما يراود كل يمني وكيف أضحت واقعا أليم. ويقول الكاتب، هذه هي نفس المدينة التي كنا نستعيد قدرتنا على التنفس ولا زلنا في الحوطة. كانت معدة اليمني تسترخي وهو في حاجز التفتيش على مداخل عدن، وعود بالرمل والموج، وكان بحر عدن يهب الأكسجين بسخاء، وكانت عدن مزيجا من اللياقة والدفء والطيبة القلب. تصل المدينة فتغفر لخصومك ضروب الإساءات من صف ثان وصولا لآخر ثأر قبلي، مرورا بخذلانات الغرام وعدائية حياة دفعت بك إلى عدن لتتطهر هناك. تنفث الدخان وتفكر في زيارة بيت الشاعر الفرنسي رامبو، ويخطر لك النوم بعدها على الرمل. لا تخشى حتى العقارب، ذلك أن عدن كانت خالية من هوام الليل. هذا القتل اليومي يؤسس لإمارة جديدة للمغامرين، فرع مستنسخ مشوه من تجربة ابتكرتها أبو ظبي لحظة أن فقد ثري الخيمة عقله. هذا لا يؤسس لدولة انفصال ولا لجمهورية جنوبية ولا حتى لسلطنة تم نبشها من حقبة ما قبل الثورة والمحتل. هذا القتل اليومي يؤسس لخرابة دموية بمقاس شلال والزبيدي، وتكفي بالكاد للسهر على ميناء ملحق بجبل علي في دبي، وهو كان ميناء عدن، وكان البحارة في أقاصي العالم يروون بعضا من مغامراتهم وحظوظهم التي التقطوها من الميناء وواجهوا بها عنف البحر وتغولات الطبيعة عند رأس العواصف. هل أفسد المال الخليجي المجلس الانتقالي؟ يتساءل تقرير لموقع عدن الغد في صفحته الرئيسية، مفيدا أنه بعد أكثر من عام ونصف على إعلان المجلس الانتقالي باعتباره القوة التي ستنتزع إدارة مناطق الجنوب، لم يتحقق شيء يذكر من هذه التعهدات السابقة. قال تقرير الموقع أنه منذ إعلان المجلس الانتقالي الجنوبي لم يتغير شيء في حياة الجنوبيين، فلا تزال الحكومة الشرعية هي التي تدير كل شيء جنوبا، وكل ما تغير هو تحسن الواقع المادي لحياة قادة المجلس. يستند الموقع إلى تصريح قيادي سابق في المجلس الانتقالي نبيل عبد الله العوذلي، والذي كشف أن الهدف الأساسي من تشكيل المجلس هو السيطرة على الحراك الجنوبي وتوجيه دفته السياسية بعيدا عن أي إضرار بالتحالف العربي أو الحكومة الشرعية. يتابع عدن الغد، بات الانتقالي هو القوة السياسية الأكثر ثراء
بين القوى السياسية الجنوبية الأخرى، حيث باتت قياداته تملك قدرة توزيع أموال تأتي من الخليج دعما لأطراف محلية. ويعتقد على نطاق واسع أن هذه الأموال باتت تتحكم في توجهات وقرار قيادات المجلس، حيث تراجع المجلس مؤخرا عن تعهدات قطعها بالانتفاض دعما لثورة احتجاجات شعبية، وسرعان ما انحنى لضغوطات خليجية وأعلن إلغاء كل تحركاته. يخاطب الكاتب باسل طلوزي صديقه عبد الستار الذي يدعو للحرية ويحث على عدم تجزئتها، ويضيف في مقال نشرته العربي الجديد: لن يتمكن أحد من السطو على حريتك إذا لم تكن قابلا للتنازل عنها. ليتني أصغيت إليك يا عبد الستار وأنت تردد هذا الشعار في خمسينيات القرن الماضي، لكنت الآن بكامل حريتي. أعترف يا عبد الستار بأني وقعت في الفخ، لكن الأدعى ألا تلومني الآن، لأنك كنت تعرف الظروف الموضوعية التي كانت سائدة آنذاك. ما بالك تغرق في نوبة من الضحك؟ آه، تذكرت فأنت كنت تسخر دوما من عبارة الظروف الموضوعية التي كان يتشدق بها طغاتنا وأحزابنا على السواء كلما حاولوا تبرير عملية سطو جديدة على حرياتنا، فيما كنت أنا أنظر إليهم بوقار بالغ محاولا إقناعك أن الجماعة على حق. فربما كان الظرف الموضوعي قاهرا ويسوغ السطو. لم تكن فلسطين مثلا ظرفا موضوعيا يستحق قضم حصة من حرية الشعوب العربية لقاء تحريرها. كانت القضية مصيرية يا عبد الستار، وكانت البندقية سيدة الموقف آنذاك، وكان علينا أن نخفض حرياتنا من دون فوهاتها، لأنها وحدها من كان يستحق الاحتفال الذي باركته أم كلثوم بأغنيتها الحربية الشهيرة أصبح عندي الآن بندقية. أما رصاصها فكان الصوت الوحيد الذي ينبغي أن يكون سيد الفضاء، حيث لا صوت يعلو فوق صوت المعركة، غير أن سخريتك استفحلت يا عبد الستار حين تلقينا أبشع هزيمة عربية مشتركة في تاريخنا المعاصر. من دولة واحدة ذات برلمان وأحزاب وحريات، لم يكن صوت الرصاص سيد فضائها، بل صوت المعارضة والمحاسبة واحترام الحقوق. عدنان الغيلي ومحفوظ الأشول وياسر هبة، الشبان الثلاثة الذين أرادوا مساعدة الفقراء في مديرية أسلم بمحافظة حجة، وحين ذهبوا لعمل ذلك في محافظتهم اعتقلتهم ميليشيات الحوثي وترفض الإفراج عنهم. ووفقا لموقع الحرف 28، رابطة حقوقية تدين اختطاف الحوثيين نشطاء في الأعمال الإنسانية والإغاثية بحجة، ودانت رابطة أمهات المختطفين استمرار اعتقال الناشطين الثلاثة في الأعمال الإنسانية والإغاثية بمحافظة حجة. ولفتت الرابطة إلى أن استمرار الحوثيين في تنفيذ حملاتهم الجائرة ضد المواطنين ما هي إلا سلسلة متواصلة من الانتهاكات المستمرة التي يقوم بها الحوثيون بحق أبنائنا المدنيين. وطالبت الرابطة بإطلاق سراح النشطاء الاجتماعيين وإطلاق سراح جميع المختطفين والمخفيين قسرا من صحفيين وناشطين وأكاديميين وعمال وطلاب والذين يقبعون خلف القضبان منذ أكثر من 3 سنوات. تحدث موقع إخباري عن جرحى تعز الذين تمكنوا من السفر إلى الخارج ومع ذلك تواجههم مشاكل كبيرة، حيث عنوان موقع الصحوانت: توقف مخصصات جرحى تعز بالخارج. واللجنة الطبية تقول إن الجرحى يتعرضون لخذلان كبير. قالت اللجنة الطبية العسكرية لجرحى محافظة تعز أنها حاولت كثيرا استخراج المبلغ المالي من حساب اللجنة في البنك المركزي بعدن وإرساله للجرحى في مصر والهند، إلا أنها تنصدم بعراقيل غير مفهومة. أضافت اللجنة في بيان لها: رغم استيفائنا لجميع الإجراءات اللازمة إلا أننا كنا دائما ننصدم بعراقيل غير مفهومة، وآخرها رفض نائب وزير المالية صرف المبلغ المالي بحجة عدم توفر العملة الصعبة، الأمر الذي تكرر حين طلبنا صرف المبلغ بالعملة الوطنية على أن نقوم بتحويله وإرساله للجرحى في الخارج. وأكدت اللجنة أنها لم تتوقف للحظة في البحث عن معالجات عاجلة لتدارك المعاناة المأساوية التي يمر بها الجرحى. الربيع والتطبيع لا يلتقيان. تحت هذا العنوان كتب وائل قنديل مقاله المنشور في صحيفة العربي الجديد، مضيفا في أجزاء منه: في سالف الأيام كان العرب يتنافسون على لقب الأكثر بعدا عن التطبيع مع الصهاينة، والأعلى صوتا في رفض الالتحاق بالمشروع الأمريكي، والأوضح موقفا في التمسك بالحق الفلسطيني كاملا غير منقوص.
أما الآن فجاء الوقت الذي يتصارع فيه العرب على من يكون الأكثر تطبيعاً. يستوي في ذلك التطبيع المباشر الصريح كما في حالة سلطنة عمان، أو التطبيع الموارب كما في حالة توافد البعثات الرياضية الصهيونية على عواصم خليجية أخرى، الدوحة وأبوظبي والمنامة، أو في تسهيل وصول صحافي إسرائيلي إلى الرياض والمدينة المنورة بزعم أنه تسلل خفية. الأسوأ أن التهافت على التطبيع صار جزءاً من إدارة الصراعات العربية العربية، مكايدة واستقواء وحجزاً للأماكن المميزة في القطار الإسرائيلي الأمريكي. وكأن تل أبيب صارت المخرج من الأزمات تشد إليها الرحال حين يستعر الصراع بين الأشقاء العرب. والحاصل أن تيار التطبيع لم يجد كل هذه المساحات المفتوحة للتمدد إلا مع انكسار موجة الربيع العربي. ولو نظرت إلى ثورات الشعوب العربية قبل 5 سنوات ستجد القضية الفلسطينية في القلب منها ورافداً أساسياً من روافد الغضب والرغبة في التغيير والتحرر من أنظمة حكمت بالاستبداد والقمع، بحيث كان الربيع العربي سيراً في الطريق المعاكس لنهج التطبيع، حيث تتأكد المعادلة بأن الربيع والتطبيع لا يلتقيان، فالذي يقف مع التطبيع سيكون بالضرورة ضد الربيع ولو قال فيه شعراً. وعلى ذلك ليس غريباً أن من يحاربون الربيع العربي على مدار السنوات الخمس الماضية هم الأكثر هرولة في اتجاه التطبيع والأشد تلمضاً من مشروع مقاومة الانقلابات والاحتلال، إذ يشكلون فيما بينهم محوراً معادياً للتغيير والتحرير معاً. على الرغم من أن قضية خاشقجي ما زالت الرياض مستمرة في حربها على اليمن، كما ذكر مقال لصحيفة ليبريكس الفرنسية وترجم خصيصا لقناة بلقيس، حيث أثار مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي أزمة دولية عميقة، لكن لم يكن لمقتله أي تأثير على ضحايا الصراع في اليمن، حيث تقود السعودية تحالفا عسكري. قتلت الحرب ما يقارب من 10,000 شخص و 14 مليون شخص مهددين بالمجاعة الوشيكة وفقا للأمم المتحدة، فيما اتهمت المملكة العربية السعودية مرارا وتكرارا بالأخطاء الفادحة التي أودت بحياة مئات المدنيين منذ تدخلها في مارس 2015 على رأس التحالف العسكري في اليمن. ففي سبتمبر وحده طالت البلاد 154 غارة جوية وفقا لمنظمة يمن داتا بروجكت، وهي منظمة تدرج البيانات المتعلقة بالنزاع منذ اغتيال جمال خاشقجي في القنصلية السعودية في اسطنبول. تمت مراقبة تصرفات الرياض في هذه القضية من قبل المجتمع الدولي، لكن المحللين يقولون أن المملكة تحتفظ لنفسها بحرية التصرف في اليمن، حيث يقتل مدني كل 3 ساعات وفقا لمنظمة أوكسفام غير الحكومية. وبالنسبة لكريستين بيكرلي، وهي باحثة في هيومن رايتس ووتش مختصة بالشأن اليمني، فإن كل ضحية يمنية لغارة تقودها الرياض تستحق اهتمامنا بقدر كاتب أو كاتبي عمود في الواشنطن بوست، وهي صحيفة يومية أمريكية كان يكتب فيها جمال خاشقجي. تضيف قائلة: عريس في يوم زفافه، قرويون يبنون بئرا، أناس في السوق لقد قتلوا جميعا في غارات لقوات التحالف. علم الجهل وهندسة التجهيل، تحت هذا العنوان كتب الشافعي خضر سعيد في صحيفة القدس العربي مضيفا: في بدايات القرن العشرين برز ما يعرف بغسيل الدماغ، أي إدخال المعلومات إليه على نحو غير محسوس في الوعي الجماعي من خلال أجهزة الثقافة والإعلام بقصد التضليل ولأجل الاستئثار بالمعرفة باعتبارها تضاهي القوة العسكرية وقوة المال. تأسس في الأوساط الأكاديمية والسياسية مجال إدارة الإدراك، والذي تعرفه وزارة الدفاع الأمريكية بأنه نشر أو حذف أي معلومات بغرض التأثير على تفكير الجمهور والحصول على نتائج لصالح أصحاب المصالح. ولأن النشر والحذف يتطلبان أساليب دقيقة ومعرفية تامة بعلم النفس والسلوك والإدراك، قام الباحث روبرت بروكتور من جامعة ستانفورد الأمريكية في 90ات القرن الماضي بصياغة ما يعرف بعلم الجهل أجنوتولوجي، وهو العلم الذي يدرس صناعة ونشر الجهل بطرق علمية رصينة وفق استراتيجيات تهدف في النهاية إلى التحكم في الشعوب. البعض يقول إن الأنترنت يساعد على نشر الجهل لأنه يوفر للجميع فرصة ليكونوا خبراء، كما يقول ديفيد دانجيان
من جامعة كورنيل، بما يجعلهم فريسة لمصالح قوية ترغب في النشر المتعمد للجهل، وأن ما تقدمه وسائط التواصل الاجتماعي من معلومات وفيرة لا تنتج دائما مواطنين ذو معرفة، بل هي وعبر التكرار وإعادة النشر على سبيل الترفيه قد تلهي الآخرين عن معرفة الحقائق. وكما كتب عبد اللطيف مشرف في موقع نون بوست: نحن نحتاج للبحث في ديناميكيات علم الجهل وهندسة التجهيل أولا، لنكشف لأنفسنا ما مورس علينا من كذب وتضليل وتجهيل، وثانيا لكشف وظيفة هذا التجهيل ونتصدى له، حتى نمكن شعوبنا من بناء علاقة سوية مع العالم باعتبارها شرطا ضروريا من شروط متابعة مشروع النهضة والتقدم، وحتى لا نصير أمة تضحك من جهلها الأمم. في الأخبار المنوعة ما جاء في صحيفة القدس العربي بعنوان: مزارع تركي يبني مصعدا لزوجته المريضة لإنهاء معاناتها. يقول الخبر: مزارع تركي نجح في تصميم مصعد بواجهة منزله المكون من طابقين بهدف تسهيل صعود زوجته التي تعاني من مشاكل في مفاصلها إلى الطابق العلوي. وقال كريم بوست في حديث للصحفيين إن زوجته مريم تجد صعوبة في المشي وصعود السلم بسبب مشاكل في مفاصلها، لذلك قرر تصميم مصعد لأجلها في واجهة المنزل الواقع في ولاية تريز المطلة على البحر الأسود. وأوضح المزارع التركي أنه أعد مشروعا لتصميم المصعد القادر على حمل شخصين بمساعدة عدد من أصدقائه، وتمكن من إنهاء المشروع خلال 3 شهور، وبين أن هدفه من هذه الخطوة هو ضمان راحة وسلامة زوجته مريم، وتكمن صعوبة المهمة في عدم وجود مساحة كافية للمصعد داخل المنزل، ما اضطره إلى تصميمه ليكون في واجهة المبنى. مجموعة صور منوعة لمختلف أحداث العالم نشرتها صحيفة الديلي تيليغراف تشاهدونها في جولتنا المصورة لهذا اليوم. إلى الصور. ماذا تقول لنا رسوم الكاريكاتير إلى هذه الرسوم؟ بهذه المجموعة من الصور والرسوم نكون قد وصلنا لختام حلقتنا لهذا اليوم من كشك الصحافة. نلقاكم بإذن الله غدا. إلى اللقاء.